احمد اجل حضرتك يعني اكيد وجودك في منظومه ناجحه زي دي ومش بس كده يعني اللي المجلس يختار حضرتك برئاسه طبعا الكابتن عبد يختار حضرتك مدير بطوله كاس العالم القادمه فدي مسؤوليه اكيد كلمني عن استعدادك وازاي عدد الفرق المشاركه كام انا سامع ان هم 33 دوله عامل ايه شايف البطوله ازاي ومستعد لها ازاي يعني البطوله شارك فيها لغايه دلوقتي 187 لاعب مش 33 أو دوله 22 فريق سجل حتى الآن. الاستعداد ابتدى من أول يوم زي ما حضرتك تفضلت كده بعد الانتخابات مباشرة كابتن عبد المنعم موزع الملفات أوه. على كل الزملاء وكان أحد المهام المكللية إدارة بطولة كأس العالم ولجنة المسابقات والحكام. فكان لازم يحصل ضبط للإيقاع الإداري والفني خلال الفترة دي. حي. ابتدى ببرنامج المسابقات المحلي كان لازم يبقى فيه منحنى متدرج متوافق مع الموسم الدولي تخلل ذلك بعض المعسكرات دلوقتي الولاد معسكرين في المركز الاولمبي استعدادا لكاس العالم كاس العالم طيب الصداع دايما بيجي يعني انت عارف طبعا انا هتكلم في دايما في راس كل الاتحادات وهو التمويل التمويل والميزانيات والبادجت اللي بتتوفر طبعا احنا معانا قامه كبيره اقتصاديه زي الكابتن عمنا من الحقيقه فاكيد هو ما عندوش مشكله في الكلام ده ربنا يزيده يعني بس وعنده فكر يعني راجل كان بيرقص احد البنوك الكبرى يعني ولكن انتوا كاتحاد اكيد زي الاتحادات الالعاب الاولمبيه عندكم مشاكل في التمويل حليتوا ده ازاي؟ بص مش هقول ان ان مفيش مشاكل طبعا لكن الحقيقه يعني ان الوزير السيد الدكتور اشرف صبحي على اتصال دائم سواء بكابتن منعم او بيا متابع جيد جدا لما تعثرنا لجات الكابتن منعم وحصل لقاء والمشكله الماليه اه اتحلت فورا يعني. فدي حقيقه يعني ان شاء الله ما عندناش مشكله في التمويل على فكره مش مش اول اتحاد يقول لي كده مش اول اتحاد يقول لي ان الدكتور اشرف صبحي على تواصل معاه حتى يعني الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه الحقيقه الجديد قال لي ان هو قعد مع دكتور اشرف صبحي وقال له ان الدعم هيكون موجود ما تقلقوش بس عايزكم تروحوا لابعد نقطه بمصر مصر فبتهيالي ده بيبقى حاجه كويسه ان يعني انت لو حتى عندك بلان كويسه خاصه النتائج اللي عملتوها في طوكيو تشجع اي وزير انه يساعدكم الحقيقة هو ما تأخرش إحنا كنا في اجتماع مع سياده الوزير من 3 أيام وطلع على كل الملف وفورا يعني خدنا الدعم المطلوب طيب اول الفرق الجايه هل عندكم خطه يعني خلاص احنا بنتكلم 25 فبراير امريكا اول دوله هتوصل أول بكره ان شاء هتوصل الله هتوصل بكره ان شاء الله مجهزين لاستقبال الفرق منسقين مع المطار مع الاستقبال تخليص الاجراءات في المطار الحاجات دي هل هيبقى في بابل ولا لا؟ عايز تفاصيل اللجان أنا. المختصه كلها بتشتغل في تناغم وتناغم كلمه حقيقيه مش ما بقصدش بيها اي تجاوز يعني يعني وصل لمرحله التنسيق انه وصل فيه تناغم بقى خلاص دي حقيقه بقى. دي حقيقه أم أم مش هتبقى بابل هتبقى سيمي بابل كل بس ممتاز. مع اتباع كافه الاجراءات الاحترازيه المنصوص عليها سواء في منظمه الصحه العالميه او وزاره الصحه او حتى البوكلو بتاع الاتحاد الدولي ممتاز طيب وده بالنسبه للبابل طب بالنسبه للاجراءات واللجان والتنقلات هل هيبقى كل فرقه في اوتيل واحد هل هتقسموا الفرق خاصة البطوله كلها تعمل في استاد القاهره اه هل هيبقى كله في مكان اقامه واحد لان 33 منتخب بعدد كبير بتتكلم في 32 دوله 33 دوله انا اسف 22 فريق سجلوا حتى الان 187 لاعب بتفكر الموضوع ده يتدار ازاي لا هو مش بنفكر هو خلاص خلص حسم طيب يعني يتدار ازاي, <applause> الدار, إزاي؟ إيه الدار بان احنا فعلا زي ما سيادتك تفضلت كده إيه الاقامه في فندق واحد في أحد الفنادق الخاصة بأحد الجهات وتم الاتفاق معاها و... والفندق بالكامل محجوز للاتحاد المصري. بطولة. آ... كل... يعني كل النجلاء هيبقوا البطولة خاصة ان البطولة. شاء الله و... ومحطوط فيه مجهز ب... باللجنة الطبية ب... باللجان المختلفة الخاصة بالبطولة زي الكنترول والكروم وكل كل الحاجات المتخصصة في السلاح بخلاف اللجنه الطبيه. طيب هل في مندوبين من, من الاتحاد الدولي جت يطلعوا على الاستعدادات ولا بيجوا على البطوله لا بيبقى في طبعا اوبزرفر بي بيطلع على كل التفاصيل سواء بانه بيجي قبل البطوله بفتره كافيه او بيبقى بلزوم ميتنج خلال الفتره اللي فاتت. كل الاستعدادات طبعا طبعا كل حاجة. طبعا طب هل يعني برضو انا بحب دايما الاحداث العالميه دي ان انا استغلها في ان انا اوصل صوره مصر الجديده، الجمهوريه الجديده، الروح الجديده اللي في مصر. هل انتوا عاملين بلان كاتحاد؟ وانا كنت سعيد جدا بكلام الاستاذ عبد من ان هو قال ان احنا مصر في مرحله هي اللي ساعدتني ان انا اخش ابقى نائب رئيس اتحاد دولي، فحدث زي ده لازم استغله، استغله في كل الجهات، هل انتوا جاهزين بحاجه زي كده؟ انا مش فاهم السؤال. تاني آه انت عندك حدث زي ده على الارض الواقع، آه. فانت محتاج تستغله في كل شيء، هل مثلا عندك زيارات ميدانيه سياحيه منظمها للفرق؟ آه. هل في ميديا واعلام ومركز اعلامي كبير هتعمله البطوله ازاي هتستغل الحدث ده في ان انت توصل الشكل الدوله الجديده بالبنية التحتيه بالجمهوريه الجديده هو ده سؤال حاضر بالنسبه للشق الاول الزيارات للمعالم وخلافه في في بطوله كاس العالم لا لان هي بطوله مدتها محدوده 3 ايام من 25 ل إلى 27 اليومين الاولين فردي اليوم الثالث فرق فمش هيبقى في برنامج للزيارات <applause> آه لكن فيما يخص ان انت تظهر شكل مصر الجديد من خلال الشاشات العرض في داخل الاستاد داخل صاله اللعب هيكون في مش برزنتيشن اكتر من برزنتيشن يوضح آه الـ الـ الاعمال الجديده اللي حصلت في مصر والبطولات وخلافه